بالاتحاد الناشئين الفلسطينيين، هاي تعتبر أول مشاركة لنا فعليا، مع العلم أنه جناح وزارة الثقافة الفلسطينية لم يغب منذ فترات طويلة عن دورة المعرض، ولكن الدورة 24 بصفتنا إحنا كاتحاد ناشرين هي أول مشاركة إلنا. اتحاد الناشرين تاعنا في ظل الأوضاع اللي إحنا عايشينها بفلسطين الغير مستقرة، حركة النشر عنا ليست دائمة وليست بذات متانة كما هي موجودة في باقي الدول العربية. الآن إحنا في عضوية الاتحاد تقريبا في 9 دور نشر إلى 13 دار نشر فلسطينية، هي تعمل بشكل جاد ومستمر، تصدر عناوين، مش أكيد أول إشي الطابع بيكون طابع فلسطيني عن القضية الفلسطينية والتراث والتاريخ الفلسطيني، هذا إشي مهم رقم واحد حتى نضل نوعي أجيالنا إحنا في فلسطين وأجيال الدول العربية بالبند الأول. الشغلة الثانية إنه إحنا صرنا كدولة قانون بعد قدوم السلطة الفلسطينية، فأصبح عندنا هناك دولة مؤسسات، فبلشوا كتابنا متخصصين في المجال القانوني بإصدار الكتاب القانوني، وكذلك في كتب التربية وعلم النفس والأدب من رواية وشعر، خصوصا نحن ورثة محمود درويش وسميح القاسم، فأكيد من فلذاتهم هناك من هو شاعر وكاتب للرواية. الآن أغلب الأعمال اللي إحنا أنتجناها شاركنا فيها في عدة معارض على مستوى الوطن العربي، وهي أغلبها كاتحاد ناشرين هي أول مرة بتكون مشاركة لنا. إحنا بنلاقي حظوظ كمان كتير حلوة، من يعني إحنا هون الآن في معرض الدار البيضاء، لقينا يعني إقبال يعني منقطع النظير صراحة من الجمهور المغربي، تعبيرا عن محبتهم لفلسطين، التواصل معنا، نقل الأخبار اللي إحنا حاملينها من فلسطين لإلهم، بحاولوا برضو إنهم يقتنوا أي إشي بيعطي عن فلسطين، بروي حكايات أو قصص، لأنه إحنا برضو من إنتاجاتنا في عنا حكايات تتعلق في صمود المرأة الفلسطينية، في عنا أرضا حكايات تتعلق من السجون، برضو في السجون في عنا دكاترة وفي عنا طلبة جامعات ومثقفين هم في الأسر ومحكومين أحكام عالية، فإلهم كتاباتهم، فهاي الكتابات برضو إحنا بنجيبها، يعني ما تكون ذات أهمية للمواطن إنه يعرفها. صراحة كدار الشامل أصدرت عنوانين للكاتب الروائي القاص حسن سليماني من مدينة فاس المغربية، وهي يعني لاقت بالفعل نجاح يعني في مستوى فلسطين ومستوى دول الخليج ومصر، وحتى هنا في المغرب عمل إلها توقيع وكان في إلها إقبال، لأنها الإنتاجين تعونوا بعبروا عن إشي في المجتمع المغربي إحنا حبينا أن نقرأه، فكان إلها تفاعل كتير. والشغل الثاني إنه المملكة المغربية أو كتاب المملكة المغربية بيحبوا إنه يطلع إشي من فلسطين لرمزية فلسطين وقدسيتها، فكتير من دور النشر تتبع إنه وضع العلمين، علم فلسطين مع البلد العربي الآخر اللي بتصدره لرمزية فلسطين عشان يكون في نفس الدولة تاعتهم. إحنا هون عددنا ما يقارب 11 واحد، 11 دار نشر فلسطينية مشاركة إلها إنتاجات في شتى الميادين اللي أنا ذكرتها. الجزائر هذه السنة ككل السنة اللي فاتت مشاركة في معرض الدولي للكتاب بالكازا، شاركنا ب 900 عنوان تقريبا في كل المجالات، من التاريخ، كتب تاريخ، الأدب، كتب جامعية، كتب تقنية، يعني كتب أمازيغية، الروايات، يعني تقريبا كل المجالات مشاركة كاين كتب. دور النشر اللي حاضرة معنا اللي نمثلوها 16 دار نشر، من أكبر دور النشر في الجزائر. تقريبا زبائن متعودين يجوا لهنا بالكتاب الامازيغي، الكتاب التاريخ، كتاب صح، يحوسوا على الكتاب الكبار نتاع الجزائريين، وسيني العرج وياسمينه خضراء احلام مستغانمي، كلهم يعني موجودين. والله الوضع يعني لا باس به، الناس مزيان كما تقولوا انتم هنا مزيان.
لا باس به. الناس كاين لي ريشيرش وهذاك التبادل، انا نظن هذاك هو اللي يحوسوا عليه هنا المغاربه. نحن لهنا في جناح وزاره الثقافه نمثل تونس في المعرض الدولي للمغرب. هي مش أول مشاركة، لدينا العديد من المشاركات. احنا سنويا نشارك في المعرض المغرب. السنة كانت دورة متميزة بعدد دور النشر الممثلة هوني في تونس. لدينا مجموعة من الاتحاد، هناك جناح لاتحاد الناشرين التونسيين، وهناك أيضا دور نشر تونسية أيضا لديها أجنحة هنا وتقوم بعرض وبيع الكتب. نحن هنا في جناح وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الثقافية بتونس، لدينا المنشورات التي قامت نعرض، هو جناح للعرض فقط به، والعديد من المنشورات التي قامت بنشرها وزارة الثقافة، وكذلك بعض العناوين الجديدة التي صدرت بتونس ولكتاب تونسيون. بالنسبة للدورة هذه نراها دورة متميزة من ناحية الحضور، من ناحية التنظيم، ومن ناحية الوجوه التي مرت بالجناح هوني. هناك العديد من المثقفين والدكاترة الذين يبحثون، كل له ضالته في هذا المكان. الحقيقة هناك إقبال نوعي، هناك شريحة معينة هي التي تبحث عن الكتاب التونسي، هناك من يبحث عن الكتب النقدية للدكتور عبد السلام المسدي، هناك من يبحث عن الكتب العلامة الشيخ الفاضل بن عاشور، هناك من يبحث عن الكتب في التاريخ التونسي. إذن هناك شريحة مثقفة هي التي تبحث عن نوعية معينة من الكتاب التونسي. الوضع الثقافي في تونس يشهد طفرة نوعية بالحقيقة. في الحقيقة هناك تشجيع لوزارة الثقافة، هناك العديد من التظاهرات، هناك العديد في مجال، هناك إحاطة بالكتاب التونسي، إحاطة بالتراث، إحاطة بالموسيقى، بالسينما، وهناك تشجيع كبير للشباب. وبالإضافة في السنة هناك منحة ترصدها وزارة الشؤون الثقافية للناشرين الشبان. نحن صراحة هذه أول مشاركة لنا، مشاركة كانت ممتازة لأنه نحن عندنا كتاب مغاربة يعني بشكل جيد، وخصوصا نحن نمثل ايضا مؤسسة العربية للفكر والابداع، وهي مؤسسة تقريبا مدرسة طه عبد الرحمن، يعني دكتور فيلسوف الكبير طه عبد الرحمن، وبالاضافة فيها نخبة كبيرة من الاساتذة المغاربة مثل الدكتور حمو النقاري وعبد الجليل كور والاخرين. وكمان دار روابط ثقافية لديها عدة كتاب مغاربة، بالاضافة في كتاب وصل للقائمة الطويلة بجائزة الشيخ زايد اللي هو الدكتور يوسف بن عدي. المشاركة كانت جيدة وممتازة، يعني كنا حريصين هذه السنة بأي طريقة نشارك فيها، والحمد لله تمت الموافقة على مشاركتنا، وكان المعرض بالنسبة للدار يعني أكثر من ممتاز. أكيد يميز القارئ المغربي أنه دائما يعني يبحث على الكتاب الجاد والكتاب الأكاديمي، وهذه الدار هي مختصة بهذا المجال، فلذلك يعني كانت من اللحظة الأولى يعني بداية المعرض كان هناك إقبال ممتاز صراحة على كتب المركز الدار. أكيد في عنا يعني نتعامل مع دور نشر كثيرة في المغرب بالإضافة إلى موزعين مغاربة على مدار السنة، فهذا شيء بهذا الشيء يعني دائما يبحث في خلال مشاركتنا وفي المعرض، هذا دائما تكون العلاقه يعني الهدف من المشاركه انه فتح مجال تسويق الكتاب بشكل افضل، وخلق يعني تعريف الكتاب اللي جدد يعني ما تعرفوا على الدار بالطباعه والنشر في عندنا بالدار. هلا بخصوص الثقافه العربيه بشكل عام، هي نحن بنمر بمرحله صعبه، بس اجمالا انا بعتقد انه يوجد قارئ عربي اذا كان يوجد كتاب جيد وجاد، اذا كان الكتاب هذا موجود في قارئ، يعني صراحه
نحن نفتقد لبعض العناوين الجادة والمهمة، فلذلك دار روافد ثقافية بالذات هي يعني معظم إصداراتها هي إصدارات جادة وتهتم بشؤون القضايا العربية من حيث من المواضيع الفكرية والثقافية والاقتصادية والفلسفية. فبهيك ظروف يعني اللي احنا نمر فيها يعني نعتقد ان احنا بألف خير عن ما كنا متوقعين، يعني يكون الوضع يكون أسوأ. لا والحمد لله فهناك كتاب وفي في يعني بعض الاهتمام صراحة، وخصوصا بالدول المغرب العربي بشكل عام يعني صراحة في اهتمام أكثر.